للأسف في المغرب أصبحنا نعيش حالة من الفوضى، بمعنى أن كل واحد أصبح له الحق أن يتحدث في أي موضوع حتى وإن كان لا علاقة له به. أصبحنا نجد البعض يفتي في الدين وهو ليس برجل دين وغير مؤهل، حتى ولو كان رجل دين هل هو مؤهل؟ أصبحنا نجد رجال الدين يفتون في الفن، أصبحنا نجد صحفيين يفتون في الاقتصاد في السياسة، بمعنى هناك واحد الفوضى عارمة في الوسط المغربي للأسف. وبالتالي أنا من هذا المنبر أدعو إلى عقلنة النقاشات، وأدعو المغاربة أنهم يكونوا عندهم العقل باش كيفكروا، وقبل ما تهضر في واحد الموضوع حتى واش أنت تنتمي ديك الموضوع. أما ديك الديمقراطية الفجة، الديمقراطية القائمة على الغوغائية، أنا ضدها. وما عبر عنه الشيخ مع احترامي له كشخص، ولكن لا احترم ما قال، لانه تحدث عن الشيخه، والشيخه في التراث المغربي هي امراه مناضله، امراه شريفه، امراه فنانه. طبعا في كل مجال كنلقاو ناس كينسخوا هذا المجال، نقدروا نلقى واحد السيده تنتمي الى عالم الشيخات وهي غير مؤهله باش تكون شيخه، كما كنلقاو بعض رجال الدين وهم غير مؤهلين باخلاقهم انهم يكونوا رجال الدين. ولكن ما يمكنليش انا نسحب واحد الصفه الخواء، صفه القبح، صفه الملوعه على كل الشيخات. الشيخات شريفات، وانا اشتغلت من خلال فيلم ولولة الروح مع الفنانه الشيخه دونا، امراه عندها 71 عام الان، ولكن امراه يعني واحد النخوه المغربيه الحقيقيه. ومن كنهضروا على فاطمه بنت الحسين او غير ذلك، والحمونيه وغير ذلك من الاسماء، نعم وغير ذلك من الاسماء، فهذو ناس شريفات، بل منهن من يعلم ماشي غير اسرهم، حتى اسر اخرى. مثلا انا غنهضر هنا على حفيظه الحسناويه، زوجة الشيخ ديال بن عقيده ولا بن عقيده. انا كنعرف هذيك المراه الخير اللي كديرو ما كيديرو حتى واحد. هذيك المراه واخده تحت الجناح ديالها سته ديال الايتام، وكتصرف عليهم وكتربيهم كانهم ولادها. هذه اشرف من هذا الشيخ ومن عشرات الشيوخ الذين يثقبون اذاننا بالكلام الفارغ، وهم لا علاقه لهم لا بالدين لا بوطنهم المغرب ولا بتراثهم المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.